للحديث عن الإدانات للقيام متطرف سويدي من أصل عراقي بحرق نسخة من المصحف الشريف، معنا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، بداية كل عام وأنتم بخير. ما هي دلالات ورسائل ما قام به سلوان الذي يدعى بسلوان موميكا ذو الأصول العراقية الذي قام بإحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد؟ ما اختلافه عن غيره ممن قاموا بهذا الفعل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وكل عام وأنتم بخير وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بخير. حقيقة يعني مما يؤسف له أنه هذا الشخص الذي ينتسب إلى العراقي يقوم بهذا الفعل ويركب هذه الموجة، موجة الاعتداءات والانتهاكات لمقدسات المسلمين في هذه البلاد التي شهدت العديد من الانتهاكات للقرآن الكريم وللمصحف وللمقدسات الإسلامية. تفسير الوحيد ربما لمثل هذا التصرف الشنيع من مثل هذا الشخص أن هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذه الأمور يكون لديهم أمراض في داخلهم، أمراض حقيقية يملأ قلوبهم الحقد، وليسوا حقيقة ليسوا بأناس أسوياء يبحثون عن ما يسمى بالأضواء والشهرة، وربما يجدون بمثل هذه التصرفات المشينة يجدون رعاية من قبل المنظمات التي ترعى هذه الانتهاكات وتنتعش ربما بمثلها في البلاد، في بلاد الغرب ومنها في السويد. فقد شهدت هذه البلاد السويد وما حولها من الدول الأوروبية العديد من مثل هذه الانتهاكات تحت لافتة حرية التعبير كما يدعون ويسمونها، والغاية من ذلك كله هو النيل من الإسلام ومحاولة النيل من ما يحبه المسلمون، ما يقدسونه، معتقدين أنه بمثل هذه الأفعال فإنهم يعني يسيئون أو ينتقصون من المسلمين أو يجعلون المسلمين يتراجعون عن الأفكار أو عن الأمور التي يقدمونها. ولكن نحن نقول أن مثل هذه الأمور لا تزيد المسلمين إلا إصرارا وعزيمة على التمسك بدينهم وبقيمهم الحقيقية. طيب دكتور عبد الحميد، يعني السويد تحتفظ بعلاقات واسعة مع العالم الإسلامي، كيف تسمح بهذا الفعل الاستفزازي والكريه والمتكرر على أراضيها؟ ذكرت قبل قليل هم للأسف يعني يستندون إلى لافتة لكنها تطبق بالخطأ كما يدعون، يقولون أن هذا مما يسمى بحرية التعبير. يعني هل ستتأثر علاقة السويد بغيرها من الدول الإسلامية؟ هذا مما يؤسف له. يعني نحن نجد أن الانتهاكات السابقة لو وجدت هذه البلاد مواقف حاسمة من جميع البلاد الإسلامية، مواقف سياسية حاسمة رافضة لمثل هذه الانتهاكات، أما أقدمت هذه البلاد على الاستمرار بمثل هذه الانتهاكات. لكن نحن رأينا ورأينا سابقا ورأينا اليوم بمثل هذا الفعل ما عدد الدول التي أدانت مثل هذا التصرف واستخدمت حقوقها في الرد أو رفض أو شجب هذا التصرف. كم دولة أدانت رسميا واستدعت السفراء أو سفيرة، هذه السفيرة السويدي لديها إنها عدد محدود جدا لا تتجاوز الأصابع اليد الواحدة ربما. ولذلك بسكوت العديد من الدول ولا سيما الدول التي لها قوة و أو كما يسمى في ميدان السياسة أوراق ضغط، بسكوت هذه الدول عن مثل هذه التصرفات فإنهم مع الأسف كأنه يعطونها ضوءا أخضر للاستمرار بمثل هذه الانتهاكات. والدولة السويد وغيرها من الدول هي قادرة على منع مثل هذه الانتهاكات لأنها قامت بمنع انتهاكات بحق أديان أخرى. فلماذا فقط الإسلام؟ نعم، لماذا فقط تتغض الطرف عن هذا الاعتداء الشنيع على المصحف
الشريف، وهو أعظم رمزية لجميع المسلمين في العالم وجميع الدول الإسلامية. نتطرق على ما حصل في العراق دكتور عبد الحميد. الصدر أمر أتباعه بالتظاهر أمام السفارة السويدية في بغداد، وميليشيا العصائب أشادت بالخطوة، ولكن يتساءل العراقيون، يعني يستذكرون تاريخ ما جرى في العراق وخصوصا تاريخ ميليشيا جيش المهدي والعصائب واغتصابهم المساجد عام 2006 وإحراقهم للمصاحف في العراق طوال سنوات تلتها. يعني هل ستمحي خطوتهم هذه ما قاموا به عبر سنين مضت؟ يعني المراقبون يدركون أن مثل هذه الاحتجاجات والتي ظهرت اليوم وربما أيضا سبقها في بعض السنوات الماضية أو السنة الماضية نحو من هذه التصرفات، نقول أنها لا تنطلي على عاقل، لأنه كما ذكرت في سؤالك أن هؤلاء قد ارتكبوا العديد من الانتهاكات، ولا سيما ليس فقط بحق المساجد والمصلين وقتلهم وبإساءتهم للمصحف ذاته، يعني المساجد التي انتهكت وفجرت وسلبت فيها المصاحف بالكل وحرقت وأهينت وديس عليها، ارتكبت كل أنواع الانتهاكات، فلماذا ترتكب أنت جريمة ثم بعد ذلك تدينها على غيرك؟ هؤلاء طبعا للأسف هم أدوات تستخدم فقط لمثل هذه الاستعراضات لتحقيق بعض المكاسب السياسية أو للظهور الإعلامي ونحوه، وإلا فإن الانتهاكات التي قاموا بها لا يمكن أن تمحى بمثل هذه التظاهرة أو هذه الإدانات. كيف وقد ليس فقط المصاحف والمساجد بل الإنسان، انتهاك للدم الإنسان، دم الإنسان بكل أنواعه، يعني الانتهاكات التي ارتكبت على يد هذه الميليشيات لم تترك لا صغيرا ولا كبير ولا امرأة ولا شيخ ولا غير ذلك. وحتى هذا الرجل اليوم الذي قام بمثل هذا أو بالأمس قام بمثل هذا الفعل الشنيع هو كان منتميا إلى هذه الميليشيات، يعني فرقة من فرق الميليشيات التي مارس هو وميليشياته ومن كان معه مارسوا انتهاكات ضد أبناء شعبنا في الموصل تحت لافتة ما يسمى بالتحرير. لذلك نقول هذه التظاهرات لا تنطلي على عاقل ولا يمكن أن تخدع منصف. طيب بالعودة إلى يعني التداعيات على المستوى الدولي دكتور عبد الحميد، ما دلالات تزامن هذا الفعل الشنيع بإحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد الآن مع إعادة طرح ملف عضويته في الناتو؟ افترض أنه الآن كما سمعنا أيضا من بعض المحللين وأيضا ما صدر من مواقف رسمية من قبل تركيا أن تركيا ستقف بحزم ضد هذه الرغبة، رغبة السويد ورغبة بقية الدول، لأنه يعني لا يمكن لتركيا أن تسكت على مثل هذه الانتهاكات. طبعا هذا الانتهاك الذي مورس ومورس من قبله أيضا عدة انتهاكات هو ذا بعدين اثنين، البعد الأول هو الديني لرمزية المصحف الشريف بالنسبة للمسلمين باعتباره هو أعظم المقدسات لديهم، والأمر الآخر أنه المكان هو المرتكب، والمرتكبون لمثل هذه الانتهاكات كان لديهم تحدي كأنه لتركيا وحدها. ومن هنا نقول يعني نعجب ويعجب المراقبون كيف لهذه الدولة للسويد أنه تسكت على مثل هذه الأمور وكأنها يعني تخرب على نفسها مثل هذه الخطوة السياسية. نحن نأمل أن تتمسك تركيا بورقتها هذه وهي بعضويتها في الناتو وتقف بحزم ضد السويد ليكون يعني يكون مثل الدرس، يكون درسا قاسيا لها ولغيرها حتى لا تقدم مرة أخرى على مثل هذه بالسماح لمثل هذه الانتهاكات. الناطقة الرسمية باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.